السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اسم الله الكبير، هذا الاسم يعني عظيم. لما تقول الله كبير يعني تعظم الله، هذا من أعظم الأسماء وهو اسم الله الكبير. من داوم عليه، العدد الأصغر هو 263. من أراد أن يداوم عليه يجني البركات بإذن الله وسيرى تغيير في حياته. يعني تقول استغفر الله الكبير وأتوب إليه، لكن العدد الأكبر لهذا الاسم هو 1466، وأن تقوله لمدة 80 يوما يكشف لك الحجاب، ترى الأشياء، ربما بإذن الله ترى الملائكة، ترى الأشياء التي لا يراها الناس الآخرون، ولكن تقولها لمدة طويلة بهذا العدد 1466. المدة هي 80 يوما يكشف لك الحجاب ويرفع مقامك بإذن الله مع الناس، يعني يصبح الناس يحترمونك وتصبح لديك هيبة مع الناس بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.